أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. بهذا أراد الله وهكذا يفعل الله. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى إمام العلوم وبحر الوفا أرسله ربه بالهدى ودين الحق فعلى يديه الحق قد اكتفى. كرمه ربه واصطفاه وجمله وجعل الصلاة عليه فيها الشفاء. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. القائل صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها راحلنا الكريم جناصر محمد عمر. اسأل ربي أن يطيب تراه وأن يجعل القرآن هدية له في قبره. يحضرنا في هذه الليلة القرآنية المباركة أعلام الإذاعة المصرية. يحضرنا فضيلة القارئ السيد العزب سالم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري وقارئ فجر الأحد القادم إن شاء الله بإذاعة القرآن الكريم ومحافظة المنوفية ضيفا على علم المنطقة وفخر مركز ومدينة طور محافظة القليوبية الذي سنستمع إليه في أمسية اليوم عقب صلاة العشاء بإذاعة القرآن الكريم لأول مرة فضيلة القارئ الشيخ يوسف حلاوة قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري. هيا بنا نستفتح بالذي هو خير القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ العزب سالم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصرية. تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى
ذلك
تقدير العزيز العليم. والبحر
وهو الذي
وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا منه قطرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من علم سبحانه
سبحانه وخلق كل شيء وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله
أيمانهم لئن كان
قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، ليس فوقه شيء ولا تحته شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، سعدت الآذان بالقرآن الكريم من العلم القرآني الإذاعي الشهير وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري فضيلة القارئ الشيخ العجب سالم، الذي سنستمع إليه إن شاء الله في فجر الأحد القادم بالإذاعة المصرية في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها راحلنا الكريم الحاج ناصر محمد عمر. أسأل ربي أن يطيب ثراه وأن يجعل القرآن هدية له في قبره، من أجله الوقور الأستاذ محمد ناصر محمد عمر، باسم أشقاء الراحل الكريم وعنهم الحاج سعيد والحاج عرفة والحاج طارق والحاج محمد والحاج مفرح والأستاذ سمير وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا، يتقدمون بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم وكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. شكرا معيدا لصاحب مخازن الفراشة الحديثة والإنارة الذهبية، هندسة الإذاعية والخطة الفندقية، طارق الحاج أشرف النحال بطوق محافظة القليوبية، قناة المهندس أحمد الجعبري للحفلات الدينية. أيها السادة الحضور الكرام، شكر الله سعيكم جميعا.